في حوار مع حضرتك في شهر رمضان، اذكر الان انت قلت انه اتمنى على التيار الصدري ان ينطلق للفضاء الوطني، ان يشكل تيار وطني. إيه؟ الان هو شكل تيار بعنوان وطني، التيار الوطني الشيعي الوطني. قراءتك لهذا التشكيل ايش قد ممكن راح ياثر بالمرحله الجايه؟ يعني هو بلا شك هو مؤثر بغض النظر عن المرحله الجايه او الان. لا اقصد راح يبقى التيار الوطني الشيعي خاص بالتيار الوطني الشيعي، الان هو خاص بالتيار بالوطنيين، ومن ضمن ذول الوطنيين الناس الصدريين. واني اتوقع هو ينتقل من مرحله التيار الوطني الشيعي الى مرحله التيار الوطني العراقي، لانه بالنتيجه العراقي يحتاج الى تحالفات حتى يقدر يأسس حكومة قادرة على محاربة. تشوفه هو التيار الحاكم بالمرحلة الجاية؟ يعني لو لا راح تبقى الأمور إطارية. أملنا كبير جدا بالتيار الصدري، وبدون عودة التيار الصدري أصلا ما عندنا أمل بالعملية السياسية. لأن يعني عملية سياسية مغلقة ما عندنا بها أمل. لا مغلقة وتحارب كل الوطنيين. حتى أختم، تشوفه هو التيار الحاكم بالمرحلة الجاية؟ أنا بالنسبة إلي كل أملي معلق بعودة التيار الصدري ودخول الانتخابات بقوة ومشاركته لكل الوطنيين العراقيين. أملنا معلق في سيد مقتدى صدر الله يحفظه.